لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معاكم عطر الحياة من الدنيا الفانية. النهاردة جايلكم بحاجة رائعة، يمكن صابونة، فعلا صابونة معجزة، معجزة بكل المقاييس. دي صابونة من شركة لمبادا او منتجات لمبادا بشكل عام، لان هي فيها اكتر من حاجة اقول لكم طبعا على المتاح واللي موجود. دي الصابونة بتيجي بالشكل ده، الصابونة السوداء، تمام. الصابونة دي، الصابونة دي يا جماعة برغم انها صغيرة، من بالنسبه للصابون وهنقول العادي او مش العادي، سعرها كويس جدا، 10 جنيه سعرها، وممكن كمان يختلف سعرها من محل للتاني، يعني ممكن من مكان للاخر تختلف. بتتباع عند جميع مستحضرات التجميل اللي بيبيع مستحضرات التجميل، وكمان موجوده عند العطار. لو قلت له هات صابونه حبه البركه هيديها لك، لو قلت له هات الصابونه السوداء هيديها لك. الصابونه دي ازاي ان انا بقول عليها معجزه، او ليه انا بقول عليها بشكل عام معجزة؟ ليه بقى؟ اولا مش للبشرة بس، لو احنا هنتكلم ان احنا مثلا هنستخدمها للبشرة، لا، هي مش للبشرة بس، هي للبشرة وللشعر بعد كمان. اولا بتحمي الشعر من الجذور والاطراف، بتستعيد الجلد التالف، بتساعد على علاج الاكزيما المزمنة، حب الشباب، النمش، البقع الجلدية والتصبغات، بتفتح البشرة. الصابونة السودة دي مصدر رئيسي جدا جدا للفيتامينات A و A حرف ال A و E، تمام؟ يعني عشان بس ما يكونش النطق معايا مش مفهوم ليكو. كمان غنية بالحديد، النوع ده من الصابون رائع جدا جدا، في نسبة عالية جدا من الجريسلين، مناسبة لكل أنواع البشرة. الناس كمان اللي هي طلبت مني عايزة علاج للخطوط البيضاء ما بعد الولادة، الواحدة ما بطنها بتكبر بتعمل طبعا توسعات كتير كتير، فبتدي خطوط كده من الجنب بيضاء، دي كمان بتعالج، وكمان ممكن استخدامها أثناء الحمل، ما فيش منها إن شاء الله ضرر. ومش بس للنساء، الرجالة لما تحب إنها تحلق دقنها دي الرغوة فيها عالية جدا جدا جدا. الصابونة دي معجزة فعلا، بيبيض الجلد، بيوحد لون البشرة، بيعمل لها عملية تقشير طبعا، بتزيل الزوايد الدهنية في الناس، بالنسبة للناس اللي هي بشرتها دهنية. يعني الصابونة دي معجزة بالمقاييس، استخدموها الصبح واستخدموها قبل النوم، مفيش منها ضرر ان شاء الله. بتجيب المية وبتغسلها عادي وتمشيها على بشرتك، بتسيبيها 5 دقايق وبعد كده اغسلي بشرتك عادي. ولو انت هتاخدي دوش اغسلي بها شعرك كمان، يعني شعرك ووشك واثناء الدوش مرة واحدة. منتجات الصابون ده جميلة جدا، وفي منها كتير جدا، وكمان في صابون من شركة لمبادا دي للتخسيس، في صابونة زيت الزيتون، وفي صابونة الكركم، وفي صابونة الليمون، وفي صابونة الترمس وزيت الشيا. بس دي طبعا الصابونة السوداء اللي هي بتفتح وبتقشر وبتشيل الزوايد الدهنية، بتعمل عملية تفتيح، توحيد لون بشرة، الزوايد الجلدية بتتشال. صابونة معجزة بمعنى الكلمة. اقتنوها، مش غالية، دي بعشرة جنيه، وممكن كمان يكون سعرها اقل، كمان صلاحيتها كبيرة جدا، شايفين 1/11/2017 ل1/11/2022، ربنا ويدينا ويديكوا طولة العمر. انا موقفها بس عشان صورة البنت مش مدارين بطنها او صدرها. جايبه لكم حاجات اهي بسيطه وحاجات خفيفه، ما بعملكوش وصفات تقيله. لما بقتني حاجات هنشتريها وتكون هتعمل حاجات كتير جدا، بقتني لكم حاجات في متناول يد الجميع، موجودة في كل مكان، يعني تقدري تقولي للعطار او العشاب او محلات مستحضرات التجميل، لاما تديني الصابونة السوداء مش شرط لمبادة، قولوا هات الصابونة السوداء او حبة البركة، صابونة خطيرة جدا جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط. متابعين الكرام، انا بحبكم جدا، وبدأ ربنا ان يهديني للقناة واشتغل فيها واستمر،
ما عملش زي السنة اللي فاتت اشتغلت ووقفت، فيدعوا لي دعواتكم معايا. لو بيعجبكم وصفاتي بشكل عام ما تنسونيش باللايك وشير لكل اصحاب، كمان الاشتراك في القناة مع تفعيل علامة الجرس. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله.